وصلنا للمساحة التربوية والنفسية الاجتماعية. أكيد رشا، رح نسلط الضوء اليوم على الحالة النفسية، أثر المشاهد العنيفة اللي عم نشوفها للأسف على شاشات التلفزيون أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاهد اللي عم نشوفها بفلسطين من الدمار والدم، قديش بتأثر على حالتنا النفسية؟ كيف اليوم نحن ممكن نتعامل معها؟ كيف ممكن إنه نبعد أطفالنا عن هي المشاكل؟ ويمكن ما في حدا ما بيتعرض لضغوط نفسية رشا، سواء بعمله ببيته، كل حدا فينا عنده ضغوط بشكل يومي، كيف ممكن اليوم انه نتعامل معه؟ اكيد ليلى، مثل ما قلتي اليوم نحن عنا كم كافي من الصور، من الذكريات، من الضغوطات النفسية الاجتماعية والاقتصادية والضغوطات العامة والضغوطات اكيد الروحانية. اليوم نحن يعني مكتفيين، فكيف اليوم بهذا الوضع العام؟ نحن للأسف كل يوم عم نشوف آلاف الصور، مئات القتل، الشهداء، كثير من صور العنف بفلسطين. هذا الشيء نحن خلينا نقول بالغين راشدين عم بيأثر على الصحة النفسية عنا. فكيف اليوم إذا نحن عم نتعامل مع طفل يا ليلى؟ قد اليوم في حذر مع هذا الطفل؟ اليوم أنت كيف بدك توضحي هذا المشهد للطفل؟ اليوم نحن ما قادرين نمنع للأسف. تماما، وما فينا نمنعهم من أنه يحضروا هي المشاهد، أو حتى لما عم يحضروا يعني عم نحاول أنه نفهمهم أنه لا، هذا الشيء، أو نبعدهم عن هذا الشيء، بس قد ما قدرنا هذا الشيء عم يسبب لهم جروح، سواء إلنا أو حتى إلهم، عم ينزرع بذاكرتهم هي المشاهد. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونناقشه أكثر، معنا ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، مدربة التنمية الذاتية مجد اللوسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. كنا متمنى دائما تكون الصحة النفسية عنا جيدة، خلينا نقول نوعا ما، ونضوي نحن على الشيء الإيجابي، ولكن للأسف الظروف العامة اليوم عم تطرح نفسها، عم تكون العنوان الأهم بكل صباحاتنا. اليوم نحن أمام مشهد جدا مؤلم تماما، وظلم كثير كبير بفلسطين الحبيبة. ومثل ما قلنا بالمقدمة، نحن اليوم كبالغين راشدين نحن اليوم تأثرنا، ونحن بالإضافة للكم الكافي اللي عنا، يعني اليوم شو التأثير النفسي؟ خلينا نقول بشكل عام قبل ما نروح لنخصص للأطفال، هدول المناظر شو ممكن يأثروا على الصحة النفسية؟ هلا بشكل عام هي الصحة النفسية هي أساس الحياة، يعني فيكي تحكي. فالفكرة كبالغين أو كنحنا وقت نحنا بنشوف هاي المشاهد، فبده يصير عنا حالات من الاكتئاب والحزن والمرض، وبتأثر على حياتنا العملية بشكل عام، على يومنا، على بيصير في عنا انفعالات وردود أفعال لنا نحنا ما بنكون حاسين فيها، لأنه بيصير في عنا خلل بالصحة النفسية إذا ما عنا نحنا بالأساس عنا، مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي، بالأساس نحنا صار عنا حد إشباع من الحرب وطالعين من حرب وطالعين انه لهيك الفكره. وقت نحن عم نشوف هي المشاهد عم نتأزم اكثر. في اشخاص عم يروحوا للا مبالاه، يعني بيصير في عندهم لا مبالاه، طبعا انا عم بحكي ككبار، وفي اشخاص بيفوتوا بحاله اكتئاب حتى اللا مبالاه مشكله. تماما، هي اللا مبالاه اكيد مشكله، يعني بيطلع على المشهد انه ايه خلص نحن كنا بحرب، يعني هي لا مبالاه، هذا صنف معين من البشر، يعني لانه بالنهايه نحن مقسمين، وفي صنف معين اللي هو بيصير في عنده حاله من القلق، التوتر، الاسترجاع، المشهد، وفي كمان اشخاص بيولد عندهم العنف، بيشوفوا مشاهد الدم فهن بيتعودوا على هذا الشيء، ولو هن كبار بعيدا عن العمر الصغير بيصير في عنده ردات فعل باللا شعور، بيصير في هو شخص عنيف بالحياه، شخص عصبي، شخص توتري، بس هو ما بيعرف لانه اخذ هي المشاهد واحتفظ فيها وما عبر ولا عمل تفريغ نفسي لوضعه بشكل عام. تمام، يعني الأطفال اليوم عم يشوفوا كل شيء عم بيصير، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على شاشات التلفزيون أو حتى بفلسطين، عم يشوفوا هذا الشيء على أرض الواقع، وللأسف حتى بسوريا الأحداث اللي صارت كانوا الأطفال لهم أثر كبير المشاهد اللي عم بيشوفوها. يعني من فترة شفت مقطع على موقع التواصل الاجتماعي لأطفال عم يلعبوا لعبة أنه هي لعبة الشهيد، حدا عم يسألهم أنه حاملين هي. صحيح. يعني قديش هاي المشاهد عم تأثر عليهم لبعدين، حتى صار لعبة الأطفال بهي الطريقة. تماما صحيح. هلا الأطفال هن حنحكي بيتأثروا نفسيا أكثر من الكبار، لأنه هن بالأصل شفافين، وهن وقت بيشوفوا. هلا كثير اطفال بيسالوا شو عم يصير، بيسال الولد. هلا نحن ما فينا الطفل اذا شاهد هي المشاهد نحن ما فينا نمنع، يعني ما فينا خلص متى ما شاف هي
الحرب بشكل عام، ومثل ما حكينا انه نحن كنا بحاله حرب تماماً. فنحن ما فينا نمنع، نحن فينا متى ما تاثر، برجع بقلك بيسترجع المشاهد، بيفقد الامان الطفل هي بدون ما يعرف طبعا. انا هون ما فتت بمرحله الوعي وما فتت مع الطفل اني انا لسه شرحت له شو يعني وشو اللي عم يصير. الطفل حيشعر بحاله من القلق، الاكتئاب، عدم الامان، يعني عدم الامان، بحس انه هو عدم الامان. وفي اطفال من كتر ما عندهم حساسيه مفرطه بيضل هذا المشهد يعني بعقلهم وبيضلوا عم يسترجعوا، وممكن يصير في حاله من الانعزال. الام فجاه بتقول لك انه انا ابني ما بعرف شو صار له. هلا هو مو معقول تقول لك من مشهد ما نحن عشنا حاله حرب وما نحن تعبنا، فانه عادي. ليش هلا الطفل بالذات هو بيكون في تراكمات والام ما عم تعرف انه مصدر هذا الشيء ادى الى تغير بسلوك الطفل، ادى الى العزله او ادى الى القلق او ادى الى عدم النوم. الطفل بفتره الليل وقت بده ينام فبيصير في عنده حاله من التوتر، ما بده ينام. طبعا هلا انا بعطي الحلول للاهل اللي اطفالهم اكيد عم يتابعوا، هلا ما حقول انه عم يتابعوا بشكل مباشر، بس يعني هلا نحن بعالم التكنولوجيا وحتى نحن المحطات اكيد، لانه هلا بشكل عام هي قضيتنا القضيه الفلسطينيه، فكل الاخبار كل الاعلام موجود. فالطفل مستحيل انت تخبي عليه مشهد، اذا انت كنتي عم تقلبي على محطه انا اساسا اذا شاف مشهد وقلبت انا لفتته اكثر. فالفكره هون فضول، بده يصير في عنده فضول وبده يسمع حتى الاطفال مع اقرانهم. انا بغض النظر عن العمر، بس هلا كل مرحله عمريه لها تهيؤ نفسي اكثر، فيها حلول اكبر، او فيها مثلا الطفل مثلا اللي يعني نحكي بالعمر الصف الاول غير اللي صحيح. بالسادس يعني بطريقه ما انا فيني العب او نحن بنسميها الحيل النفسيه على الطفل لحتى حاول اضبط السلوك وحاول اضبط صحته النفسيه. قبل ما نروح لضبط السلوك والصحة النفسية خلينا نروح للأعراض. اليوم ذكرتي حضرتك أنه الطفل تغير مزاجه، ونحن اليوم ما نعم من صورة واحدة عم نشوف هذا الطفل تغير، عم نروح للكبت، واليوم الكبت كمان مصدره الأهل تمام. يعني عدم تفهم احتياجات هذا الطفل بتوصله لمرحلة الكبت، تجي هدول الصور بتزيد القصة عنده. ذكرتي أنه ممكن يتوتر ليلا أنه ما نقاتر ينام أو ما نحابب ينام، ممكن يشعر بالعزلة بعدم الأمان. إذا اليوم نحن بدنا نحاول نعرف طفلنا أنه من الأعراض اللي عم تظهر عليه أنه هو تحت خلينا نقول تحت صدمة، شو أهم الأعراض بالإضافة اللي ذكرتيها حضرتك؟ تماما. هلا لازم نحن نحكي الأعراض، لأنه عادة أحيانا الأم بتكون ببعض العائلات الأم هي غير واعية وغير مدركة لوضع طفلها ولصحته النفسية. هلا أهم شيء نحن بدنا نلاحظ على الطفل مثل ما حكيت عدم الأمان والخوف. هلا أحيانا في أطفال حتى بتزيد معهم هي الحالة، ممكن يصير عندهم تبول لا إرادي، بتقلك فجأة صار عند ابني تبول لا إرادي، بس هي ما لها عرفانة إنه من المشاهد اللي شافها، ممكن يكون شافها بأول الأسبوع، آخر الأسبوع صار معه مثلا حالة من القلق لإلا كيف يعني ما بده ينام، أو بيقول لها ماما أنا ماني قدران هي الأعراض الأولى إنه بدي نام عندك بالغرفة مثلا عند ما. طبعا الأم والأب بيفصلوا الأطفال، فبعمر معين هذا الطفل أنا لاحظت عليه أعراض أنه هو ما بده ينام لحاله، لأنه هو خصوصا بالليل بيسترجع هي المشاهد. القلق بيصير في عنده، هي عم بحكي على الوضع السلبي يعني اللي نحن فيه سلبيات لسه مع مرور الأيام أو مستقبلا، نحن عم نحكي على حالة مؤقتة بس مستقبلا إذا ما تعالجت بيصير في عندي كمان. هلأ حأذكر شو، فأول شيء القلق، الاكتئاب، سوء المزاج، يعني الطفل سوء المزاج كيف ما بده يطلع ما بده يروح مثلا، بدنا نروح زيارة ما بده، بدي ضل قاعد بالبيت، ماما لا تتركيني، بيلحق أمه من مكان لمكان خوف. بيحاول يدق لأبوه كل شوي تليفون، بابا أنت وين، بابا أنت وين، حالة من الخوف. بس الأم إنه أنت شو صاير لك اليوم، بدي أعرف شو المشكلة اللي ما أنا عارفانة إنه هو بسبب هاي المشاهد. أنا وغير الأم طبعا المثقفة أكيد هي حتنتبه إنه ابنها فجأة ما شحوب بالوجه، بيصير الطفل شاحب، الرفض لل انه يتناول وجبات الاكل مو جاي على باله ياكل، يعني بيصير في عنده قطع للشهيه، ما عم يقدر يتقبل وجبته، عدم نوم، بفيق بالليل اكثر من 3-4 مرات ببكاء شديد. هلا الام بتقول لك انه هو شاف منام الطفل او ما كوبس تماما، ولكن هو بيكون استرجع المشهد اللي شافه، خصوصا في اطفال شافوا مثلا اشلاء، يعني الله يرحمهم جميعا، شهداء، الله يرحم كل الشهداء اكيد، شافوا هي المناظر، هي جدا مؤلمه ولكن كثير بتاثر على الطفل، كثير بدنا ننتبه لهي الناحيه. في اطفال بياخذوا هي وما بيعبروا، بدنا ننتبه ما عندهم يعني ما في اعراض.
أكثر من مشهد بيشوف بيكبت بتضل عنده مع مرور الزمن. حقول بعد فترة بيصير في عنده تعود غير اللامبالاة عند الكبار. بيصير الطفل عنده تعود على رؤية هاي المشاهد، وبما أنه صار في عنده تعود على رؤية هاي المشاهد فبيحسها طبيعية، مثل نحن وقت بنسمع فيروز بالصبح عنا إياها حالة طبيعية. فبيصير الطفل طبعا هذا مو بإيده، يعني هو صار مرض لأنه نحن ما اشتغلنا مع الطفل أو نحن ما كنا متابعين للطفل شو شاف. أنت اليوم عم تقولي حالة صامتة، اليوم كيف الأهل بدهم ينتبهوا؟ بدنا نتابع، بدنا نكون بوقتنا الحالي رقابة على الطفل شو شاف. يعني أنا شفت ابني شاف دغري بدي أعمله تفريغ نفسي، ماما حط ورقة أو قلم خلينا نرسم أو تمام. في حال نحن الأم كانت غايبة أو الأم بعيدة وشاف أكثر من مشهد، فالطفل بيصير في عنده عادة اعتيادية، فهو بيشكل عنده سلوك عنف أو تحدي معارض أنا بسميه، هو مرض شائع. بيصير الطفل أنه عنده حالة العنف أو رؤية الدماء هي سهلة وطبيعة بالحياة، يعني بيصير بده يعبر عن سلوكه بالعنف. بصير عدواني الطفل جدا جدا وبطريقة يعني مخيفة، أنه تعود على رؤية هي المشاهد. لأ أنا كإنسانة ما قدرت شوف بصراحة، يعني ألمني كتير، شفت أول مشهد ما قدرت كمل، ما قدرت شوف هي المشاهد. فالطفل أنا عم بحكي كنحنا ككبار وكبالغين ما قدرنا نتقبل هي المشاهد، فما بالك الطفل اللي ممكن يصير في عنده تقبل، فبيصير عادي لو شافه عادي. مرت 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 كبتت، صار في عنده كبت نفسي بدها تتفرغ يوما ما، بتتفرغ بطريقة عنيفة وما بيقدر يعبر إلا بطريقة عنف ودماء. وإذا ما شاف منظر الدم قدامه هو ما رح يحس حاله أنه هو مبسوط. بصراحة هو مرض ممكن يكون سادي، ممكن يكون بالمستقبل. طبعا أنا عم بحكي. طب خلينا نركز على نقطة أنه نحن اليوم كيف بدنا نضبط سلوك الأطفال وقت بيشوفوا هيك مشاهد أو بيتعرضوا لتأثيرات نفسية؟ كيف اليوم بدنا نضبط نفسيتهم؟ كيف بدنا نتعامل معهم؟ كيف بدنا نحميهم من هذا الشيء؟ تمام. هلأ بداية مثل ما حكيت قبل قليل أنه نحن لازم يكون في عنا رقابة بطريقة مباشرة على الطفل شو عم يتابع، أو أنا بدي انتبه على نفسي أنه أنا شو عم حط مشاهد أو شو عم تابع أخبار. في حال شافوا الأطفال وأمر لابد منه، أنا كل مرحلة عمرية بشرح لها بطريقة معينة للطفل، وفي حيل نفسية هي اللي أنا بدي أحكي عنها. هلأ الطفل الصغير اللي بالعمر الصغير بده يقول لك ماما شو هاد أو ليش شو عم يصير أو هذا دم أو بده يعبر، بده يقول لك شو، يعني بده يسأل هي الأسئلة. فأنا بجاوبه أنه نحن في عنا قضية فلسطينية، في عنا شيء هي حرب، هن في عندهم حالة من الظلم، الأشخاص اللي عم يعملوا فيهم هيك هن أشخاص مانن مو صح، هن ظالمين. حنقول للطريقة بيقول لك اللي ماتوا ماما شو هدول، راحوا على الجنة، هي الحيل النفسية، هن راحوا لمكان أفضل، راحوا لمكان حلو. طبعا بطريقة مثل ما قلت لك محببة، بحس أنه الطفل ما، ونحن لازم ما نتابع لأنه رب العالمين هو موجود وأكيد حياخد حقه للطفل. أنا عم بحكي أكيد مو للكبير. هلأ بالمرحلة العمرية اللي أكبر أنا بدي حاول شوي أشرح له عن قضية الفلسطينية، خليه يعرف أنه هي حالة من الحرب، نحن عنا الشعب الفلسطيني هو مظلوم وأكيد إلا ما رب العالمين ينصره نوعا ما، هي حالة الحرب إن شاء الله بمرحلة ما حتنتهي، وهذا الأفعال اللي عم يعملوها مثلا هي أفعال غير صحيحة، يعني ما فيها مخافة من الله وفيها ظلم للشعب. يعني أنا بدي فهمه كل مرحلة عمرية مثل ما حكيت، مثل ما نحن منفهم حالنا إنه إن شاء الله بإذن الله الأمور بتنحل، وبحاول أعطيه الإيجابيات، الإيجابيات تبع القضية الفلسطينية. إنه بيقولك إنه هيك في أطفال على فكرة عندهم نسبة ذكاء كتير كبيرة، بيقولك هيك بدهم يضلوا مظلومين. شو صار مثلا، أنا بحاول إني أورجيهم الأشياء الإيجابية اللي عم تصير رغم الشهداء، إنه الأشياء الإيجابية أكيد اللي راحوا لرحمة ربهم هن شهداء بالأعلى العليين. يعني أنا فهمه للطفل من ناحية دينية ومن ناحية تنموية، ولحد الآن إنه بالوقت الحالي إن شاء الله يعني إن شاء الله نصر يعني اليوم يعني عم تركزي مجد على الناحية الإيجابية اليوم، وأدي اليوم مهم نحن نعمم عند هذا الطفل ثقافة المقاومة والحق من الطفولة. اليوم ذكرتي بعض النقاط نحن ممكن نروح عليها لنساعد هذا الطفل ليطلع من الحالة، ونروح للأشياء الإيجابية أيضا. خلينا نحكي عن النشاطات اليوم، عم نشوف أطفال كتير خلينا نقول على السوشيال ميديا موجودين اليوم عم يعملوا شغلات بتخص فلسطين، إن كان برسمة إن كان بمجسم إن كان بأيقونة، اليوم عم
يكون في اسقاط لمشاعرهم على هذا النشاط. قد ايه مهم اليوم نحن نعمم هي الثقافه عندهم؟ طبعا اكيد نحن لازم انه نهن باعتبار انه مثل ما حكيت اليه التفريغ النفسي او حتى جميع المدارس عملوا نشاط، وفي عده مدارس انه عملوا معرض صحيح. للطفل، لحتى الطفل يوم اللي بيشتغل رسمه بحس حاله انه هو ساعدهم بشيء معين او شيء ايجابي، انه هو عمل شيء، حس حاله انه هو دافع. او طبعا مع شرح المعنى القضيه الفلسطينيه ومع التعزيز لهي النواحي، فهو اترسم هي الرسمه بحس حاله انه فرغ مشاعر حلوه، عمل بهي الرسمه عمل شيء، فهذا الشيء شيء ايجابي له. وبنفس الوقت انا فرغت تفريغ نفسي للطفل، لانه في اطفال ما بيقدروا يتكلموا عن مشاعرهم الداخليه، فممكن عن طريق الرسم. اكيد ممكن عن طريق الرسم، ممكن عن طريق نشاطات لعب. يعني هلا نحن فينا نعمل لهم مثلا كسر جليد، في شيء اسمه كسر جليد عاده للاطفال، انه انا كيف مثلا بعمل نشاط معين، حنقول بالبيئه الصفيه او هيك، انه ممكن نحن نمسك بولين ننفخها، هي طريقه معينه انه الطفل لازم يضغطه بالطريقه النفسيه، هو الاشياء اللي موجوده بالداخل عنده عبرها بطريقه الضغط طلع، إما بالرسم أو بنشاطات معينة خلال بيئة الصفية. مجد، يعني ركزنا على موضوع الأطفال، وأكيد الأطفال هنن أكثر تأثيراً بهي مشاهد العنف اللي عم نشوفها اليوم، لكن كمان في كبار السن خلينا نقول هدول اللي قاعدين بالبيوت اللي ما بيقدروا ما يتابعوا ما يواكبوا شو عم بيصير بالدنيا وخصوصا الأحداث الجارية، كيف هدول ممكن نحميهم من هي القصص؟ هلأ كبار السن كمان كتير مهم، لأنه كمان بيكونوا مرهفين الإحساس جدا وتابعوا. طبعا بيكون أشخاص مثل ما حكينا عندهم اللامبالاة، وفي أشخاص عندهم أنه التأثير النفسي جدا. هلأ هن شافوا مشهد مشهدين، نحن بنحاول كمان أكيد هن حيعرفوا أنه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أكيد المظلوم، بس بحاول قدر الإمكان بعد كبار السن عن أكيد. هذا الموضوع بحاول اجتماعات عائلية، بحاول مثلا لأنه بيصير في عنده سوء مزاج، وسوء المزاج إذا كتر أو طول حيفوت بحالة اكتئاب، ممكن هي حتى وحتى قلق، حتى كبار السن عندهم ياها هي الحالة، أو حالة الهلع، يخافوا يمكن أكثر مثل الأطفال تماما، حالة الهلع يعني فجأة بيفيق خايف من شيء، أو بيقول لك أنه ممكن تصير عنا حرب، ممكن يعني هو لحاله فجأة بيستشعر هاي المشاعر وبترجع هاي الأحداث صحيح. ممكن يشوفها أيضا بالمنام بعقله اللاوعي ورجع هاي الأشياء الموجودة. فنحن بنحاول قدر الإمكان نعمل فعاليات بالبيت، نشاطات أنه زيارة، نحاول نحكي مع هذا الشخص الكبير، نحاول شوي نبعده لدرجة معينة بحيث أنه ما يضل بسوء المزاج وعم يتابع يوميا وعم يشتغل، يعني عم يشوف يوميا على هي المحطات، فاكيد بده يصير في عنده سوء مزاج وحاله من الاكتئاب والقلق، وهذا بيؤدي اكيد لمرض نفسي بحت، يعني بصير بدنا نلجا للادويه اذا ما عالجنا السلوك الحالي حاليا. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويا رب السلامه للجميع، للاطفال وايضا للكبار. شكرا لك مجد، ان شاء الله هيك تمروا هالفتره بسلام وخير على الجميع، واليوم الزمن هيك كفيل يداوي قصص كثير بحياتنا باذن الله. شكرا لك مجد.